وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. والريح العقيم هي الريح التي لا تأتي بخير ولا تدع شيئا مرت عليه إلا جعلته كالشيء البالي أو الهالك. إذن فالريح العقيم هي الريح الجافة جدا والتي تخلو من نوى التكاثف، فمهما ارتفعت ولأنها جافة جدا فإنها لا تصل لدرجة الإشباع، ومهما ارتفعت فإن التكاثف لا يحدث لأنها تخلو من نوى التكاثف، ويعني ذلك أن الغيوم لن تتشكل وبالتالي لا يهطل المطر، ولأنها جافة جدا فإنها تهلك كل شيء تمر عليه وتجعله باليا، فتؤثر على ورق الشجر وعلى النبات والحيوان والإنسان.